صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقرة الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن طقس النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الصبح، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان حالة الطقس هتكون معتدلة على جميع الأنحاء بالليل مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق. وأكدت الهيئة كمان أن نشاط الرياح مستمر على بعض المناطق، وده بيقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة بالليل. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، البلاد النهاردة بتتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وده اللي بيسبب ارتفاع في نسب الرطوبة. نسب الرطوبة على مختلف المحافظات قد إيه صبح وبالليل؟ بالفعل احنا عادة في فصل الصيف، في أغلب أيام فصل الصيف بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. يمكن ذروته أكتر بيبقى في شهر 7 و8، لكن بدأ يأثر علينا لأنه بيجلب كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، فبالتالي بتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فبتؤدي لزياده نسب الرطوبه. خلال فترات النهار نسب الرطوبه بتتراوح ما بين ال 25 ل 35% ده على شمال البلاد، بتوصل احيانا ل 45% على السواحل الشماليه للبلاد. خلال فترات الليل طبعا نسبه الرطوبه بتتجاوز ال 80% خلال فترات الليل، خاصه على السواحل الشماليه للبلاد، ويمكن عشان قربها من البحر المتوسط بيبقى في نسب رطوبه اكبر من المناطق الموجوده في جنوب البلاد. نسب رطوبه دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، نحس بقيم درجات حراره دايما اعلى من القيم اللي احنا بنذكرها في نشراتنا بحوالي من درجتين لثلاث درجات، بالاضافه كمان ان التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه ان احنا خلال هذه الايام في زياده لفترات شطاع اشعه الشمس، بيزود ارتفاع احساسنا بارتفاع درجات الحراره. احنا طبعا درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بتراوح ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه، يعني اجواء حر فتره النهار على شمال البلاد، بتكون شديده الحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل وخلال فترات المساء بيبقى في نشاط رياح، نشاط رياح خلال فترات الليل تحديدا بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبالتالي بنحس بانخفاض درجات الحراره والاجواء المعتدله تماما خلال فترات الليل. طب بالنسبه لحاله البحار النهارده يا دكتور، اخبارها ايه؟ حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط نقدر نقول معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر على البحرين، فنقدر نستمتع بالاجواء على البحر الاحمر والبحر المتوسط، لكن مهم جدا خلال هذه الايام تجنب اشعه الشمس المباشره خلال فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 او 4 العصر. مهم جدا لان اشعه الشمس المباشره بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لا قدر الله تصيبنا بالاجهاد الحراري ودرجات الشمس، فمهم في الفتره دي دايما لو احنا موجودين في الشارع او حتى موجودين على البحر يبقى معانا شمسيات، معانا غطاء للراس، شمسيه، كاب، اي شيء يحمينا من اشعه الشمس المباشره، وكمان طبعا تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل بس الميه تبقى موجوده في ايديا خلال الايام القادمه، خاصه كمان ان احنا لسه كمان ذروه ارتفاع نسب الرطوبه هنشهدها في شهر 7 و8، ده اللي بيخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون مع القاهره العظمى فيها 34 والصغرى 23، الاسكندريه العظمى 31 والصغرى 23، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سيوه العظمى 37 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23، دمياط العظمى 31 والصغرى بتسجل 23، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 21، السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش العظمى فيها 32 والصغرى 22، طابق العظمى 33 والصغرى 21، سان كاترين العظمى 32 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، الغردقة العظمى 39 والصغرى 28، الفيوم العظمى 36 والصغرى 25، بني سويف العظمى 36 والصغرى 24، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 37 والصغرى بتسجل 24، سوهاج العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 40 والصغرى بتسجل 26، الأقصر العظمى بتسجل فيها 41 والصغرى 27، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 42 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26،
شلاتين العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، واخيرا حلايب العظمى بتسجل 35 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجويه مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمانه عشان يكملوا بقيه فقرات صباح الخير يا مصر. اليكم، شكرا لكلامك.